عن الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وهل فعلا كما أشيع هل هو توفى، هل الخبر ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ ده اللي هنقف النهاردة معاه مع حضراتكم عشان أبلغكم بكل الأخبار الحالة الصحية من مصادر مقربة جدا من الفنان سمير غانم. وإيه أخباره؟ هل هو لسه موجود على جهاز؟ أخبار الفنان سمير غانم كمان هنتكلم مع حضراتكم عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وهل الخبر اللي انتشر منذ ساعات خبر وفاة نانا دلال عبد العزيز؟ الأخبار كلها متداولة على السوشيال ميديا. احنا النهاردة عشان بننال ثقة حضراتكم وبنحافظ قوي على موضوع الثقة بيننا وبين جمهورنا، هنطلع النهاردة نتكلم معاكم في كل التفاصيل اللي تخص الفنان سمير غانم واللي تخص دلال عبد العزيز وأيضا ابنتهم دنيا. خليكم معايا في بداية الحلقة لحد نهايتها عشان إن شاء الله بإذن الله هطمنكم على الحالة الصحية بتاعتهم. قبل أي حاجة طبعا بنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بطلب من حضراتكم لو انتوا اول مرة تشوفوني في القناة اتمنى تشرفوني بعمل لايك للفيديو ده، مهم جدا، وتشرفوني وتنوروني باشتراك للفيديو جدا، يبقى حاجة جميلة جدا منكم. في اهلا بيكم، معاكم احمد. طبعا حالة الفنان سمير غانم اشيع منذ ساعات ان الحالة بتاعته غير مستقرة، ولكن انا حابب ان انا القي النظر والقي لوم كبير جدا على كل الناس اللي اشيعت هذا الخبر وبتقول اخبار كاذبة. طبعا حالة الفنان، طبعا انتوا زي ما شفتوا في العنوان، انا قاصد ان انا اكتب العنوان بالشكل ده عشان خاطر الناس تعرف الحقيقة، لكن لما بتخش الفيديو بتنوروني بتعرفوا كل التفاصيل اللي حصلت مع الناس اللي عندهم اصابات. طبعا يمكن سمير غانم لم يصاب بفيروس كورونا، ولكن اصابته كلها عنده شوية تأثيرات حصلت معاه في حالته الصحية، لان هو اصلا مريض كلى، فاصبح ان حالته الصحية متدهورة في موضوع الكلى، وان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامة. الفنان سمير غانم دخل فعلا في عناية مركزة في مستشفى عادية وليست مستشفى عزل طبي كما أشيع، لأن طبعا مستشفيات العزل ليها مستشفيات معينة بدليل كده وبقاطع إن هو فعلا ما دخلش في موضوع كورونا، ولكن هي إصابته إصابة عادية جدا، هي إصابة الكلى مما أدى لتدهورها، ولكن الحمد لله طبقا لآخر المكالمة اللي كانت موجودة مع أحد الناس المقربة من الفنان سمير غانم، الحمد لله حالته مستقرة بالشيء يعني بنسبة كبيرة جدا، ومفيش أي لا في تحسن ولا في تدهور، الحالة مستقرة من لحظة دخولها، الحمد لله رب العالمين، ربنا يتم يا رب شفاه على خير. هنرجع بقى ونتكلم عن الفنانة المحترمة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز. الفنانة دلال عبد العزيز كانت أصيبت بفيروس كورونا اللعين منذ 5 أيام، وفعلا تم نقلها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العزل الطبي، واتعمل أكتر من مسحة، ولكن المسحة الأخيرة أثبتت إيجابيتها وفعلا إن هي مصابة بفيروس كورونا، عشان خاطر ناس كتير جدا قالوا إن سمير غانم يعني أصيب بسبب عدوى من زوجته دلال عبد العزيز، ولكن الكلام ده غير صحيح، ربنا سبحانه وتعالى رب يشفيها، وهي موجودة حاليا على جهاز تنفس صناعي وبيتم أخذ جدول وبروتوكول الخاص بفيروس كورونا، والموضوع يا جماعة مش سهل، الموضوع فعلا صعب، وده اللي هنقوله في نهاية الفيديو، احنا المفروض نعمل ايه وناخد حذرنا ازاي، ده مهم جدا جدا عشان خاطر الحالات الصحية وانتشار الفيروس بشكل كبير جدا على مستوى العالم مش في مصر بس. طبعا هننقل بقى على الحالة الصحية لدنيا سمير غانم. الحالة الصحية للفنانة دنيا سمير غانم الحمد لله المسحة الأخيرة أثبتت فعلا عدم سلبية المسحة، والحمد لله في تعافي في الفنانة دنيا سمير غانم، وده اللي أكده زوجها الأستاذ رامي رضوان الإعلامي الشهير.
عاوز اقول لحضراتكم مش عاوزين نسمع اخبار فيك، ومش عاوزين الناس تفضل تتاجر بالمرضى او نتكلم كلام ومش حقيقي، ولكن هي الواقعة الحقيقية هي فعلا اصابة الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا ومرض الفنان سمير غانم بمرض الكلى. في نهاية الحلقة انا مش عاوز اطول على حضراتكم كتير، لكن وصيتي لكل الناس، وصيتي لكل الناس اللي بتسمعني، وصيتي لكل المتابعين معايا في القناة، احبابي اخواتي اصدقائي الناس اللي بتسمعني لأول مرة او بتابعاني على طول، أرجوكم نحذر حذر شديد جدا. فيروس كورونا مش عاوز أقول إن هو فيروس لعين، لأن ده من عند ربنا سبحانه وتعالى كاختبار للناس. إحنا علينا دور وعلينا واجب إن إحنا نوعي حضراتكم ونوعي أنفسنا ونوعي كل الناس. أنا واحد من الناس جاء عليا فترة من الفترات منذ شهور عدة أصبت بهذا المرض، والحمد لله ربنا نجاني منه. ويمكن عملت يعني حلقة من ضمن الحلقات واتكلمت فيها عن هذا الفيروس، وقد ايه ان هو فعلا متعب جدا، وقد ايه ان هو فيروس لعين. ربنا يشفي كل الناس يا رب العالمين كده، ويحفظ اولادكم ويحفظ اسركم يا رب العالمين. اللي انا بطلبه من حضراتكم نحافظ كويس جدا، الكمامة يا جماعة نحافظ على لبسها باستمرار، قعدة الكافيهات والشيش اللي انتشرت. يمكن لنا في امس آية في موضوع اخو بسمة وهبة تم غلق القفيه بتاعه بسبب موضوع الشيشة، فالدولة من كان بقالها اكتر من حوالي اسبوع يعني شدة جامد جدا في موضوع انتشار الشيشة. ويمكن في فيروس زي ده ما بقاش فيه هزار ان احنا نجامل بعض او نسيب الحبل على اي حد عاوز، ولا فلان ده عشان اخو ده ملهوش دايما اي مواضيع من الكلام ده، ولا في حد بيجامل حد. يمكن تعلمنا في الاعلام، ولما درسنا الاعلام في معاهد المسبيرو قالوا لنا كلمة حلوة قوي، قالوا ان الاسم يصنع الخبر. فطبعا هو اللي حصل امبارح حاجة عادية خالص مش قصة يعني، ولكن هو عشان موضوع ان في بسمة وهبة وزوجها طبعا الراجل المحترم علاء عابد موجود في النواب، وعشان كده فعلا الاسم زي ما احنا بنقول بيعمل الخبر، وهو ده اللي انتشر في بسببه الخبر. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نخلي بالنا كويس جدا، وانا بعتذر جدا لو اطلت على حضراتكم او ان انا كنت سبب في ان انا اضايق حضراتكم في شرح الموضوع، ولكن انا حبيت اطلع واتكلم مع حضراتكم بمنتهى الاخلاص والامانة عن الحالة الصحية بعيدا عن المتاجرة في هذا الامر. بشكركم جدا، واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل على حضراتكم، واتمنى لو انت سمعتني لحد نهاية الحلقة اتمنى تنورني وباشتراك في القناة وتشرفني بلايك للفيديو. مهم جدا يا جماعة ان احنا نشترك في القناة وتنوروني، مهم جدا لايك للفيديو ده عشان ينتشر على قد ما نقدر، عشان برضو محتاج ان انا وقفتكم معايا ان انا اكبر القناة على قد ما اقدر. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.